يعني انا قلت عليك الماتش اللي فات انك عرفت تلعب بطريقه دفاعيه كويسه، تيجي النهارده تلعب بطريقه دفاعيه وتخسر برضو، او ده عيبه بقى. يعني مطالبين ان احنا نقعد نتكلم على اخطائك الفنيه بقى، اخطائك الفنيه اللي هو برضو مجدي قفشه بيلعب هاف، هاف ازاي ما حدش عارف، هاف شمال ازاي ما حدش فاهم، قدام علي معلول ازاي وبيغير مع حسين الشحات ويروح قدام محمد هاني ازاي وبيبعد عن نص كوت وهي نص الملعب ازاي. جربتها هنا في الدوري 50,000 مرة، وال50,000 مرة فشل فيهم أفشى فشل فظيع، ومع ذلك مكمل بيه. ليه؟ هنرجع بقى لموضوع الحب والكرة، هنرجع بقى لموضوع أيمن أشرف متهور، هنرجع لموضوع نرام ربيعة ليه ما دخلش على الكرة بتاع الهدف التاني. الهدف الأول أيمن أشرف طلع، والتغطية بتاع ياسر إبراهيم كانت كارثية. بلعب بثلاثة أو بلعب بخمسة، خمسة ورا، وعندي خط دفاع مش عارف يدافع. وبعد ما لبست الهدف الاول مطالب ان انا امسك كوره، امسك بقى كوره وارجع في الجيم. مش عارف امسك كوره ولا عارف ارجع في الجيم ليه؟ اصل انا قررت وقتها ان انا هرجع قفشه مكانه نص الملعب. طب عمرو السوليه اللي جاي لي منهك، هلعب بيه اساسي وهلعب ب 3 4 2 1. تمام يا عم، حلو جو توماس توخيل اللي انت عايش فيه بقالك فتره ده، بس هل هي مجديه؟ يعني كانت مجديه الماتش اللي فات تمام، انما الماتش ده بدايته بتقول ان بالميراس فاهمك صح. بالميراس كان دايما بيثبت ثلاثه تحت، كان واحد من الباكات بيروح يعمل وجبات هجوميه، سواء ماركوس روكا او سواء جواكيم، واحد فيهم بيروح والتاني بيثبت. يعني معنى كده ان كان في واحد فيهم بيفضل دايما ثابت مع جوستافو ومع لام تقريبا المساك التاني. فانت دلوقتي كان موضوع الهجمات المرتده بالنسبه لك هيبقى 3 على 3 و3 على 2 والافضليه في كل خط الدفاع، فانت حتى الهجمه المرتده بتاعتك هو كان مأمنها. فانت دلوقتي بقتش هجمه مرتده، انت لبست الهدف الاول في 39، وده بدري قوي بالنسبه لك كموسيماني، لان انت جاي تعمل جيم دفاعي. طب بعد الجيم الدفاعي دخلت في الجيم، بعد ما دخلت في الجيم ايمن اشرف برضه طلع يعمل واجبات، ورامي ربيعه الراجل داخل بالكوره، دودو داخل بالكوره، روح يا ايمن روح يا رامي عليه، لا انا هخش امسك اللي جوه منطقه الجزاء، حبيبي ده اللي معاه الكوره وده اللي هيجيب الجون، لا انا هخش امسك اللي في منطقه الجزاء. الراجل سجل، وبقيت مضطر انك تقعد تغير، وتقعد تغير تشوف مثلا احمد عبد القادر. احمد عبد القادر اول تغييره هو محمد شريف، وقال له استنى هنزل معاك حمدي فتحي، حمدي فتحي مكان رامي ربيعه، واحمد عبد القادر مكان السوليه، ومحمد شريف مكان حسين الشحات. طب طاهر محمد طاهر هيلعب ايه دلوقتي؟ طاهر محمد طاهر هيعمل سويتش هو واحمد عبد القادر، واحد فيهم هيبقى شمال والتاني هيبقى يمين. طب مجدي قفشه، مجدي قفشه هيكون في العمق، طب مجدي قفشه ما كانش في العمق. طب انت بتصوب على المرمى؟ لا ما صوبش على المرمى. طب لما صوبت واحده الحارس غلط فيها وردت لمحمد شريف جابها جون، بس للاسف كانت اوف سايد. وناس بتتكلم على ضربه الجزاء، هو المشكله ان الحكم كان واقف في ظهر احمد عبد القادر، واحمد عبد القادر بينط في حمام السباحه، فالحكم شاف ان هي ما فيهاش حاجه، استنى الفار وكان متاكد ان هي ما فيهاش اي حاجه وكملها. اما الطرد فالطرد دي طرد واربع ايام سجن يا باشا، ده ايمن اشرف بيبطل الراجل كوره حرفيا. ايمن اشرف داخل داخله في الراجل دخلت حد بيبطل كوره. فعلى الموضوع تتكلم على التحكيم، لا تحكيم ايه؟ تحكيم كبر اي حاجه النهارده. اللي هو لان انت اساسا خلاص انت كنت جاي جيم دفاعي دخل فيك جون، بعد كده التاني، بعد كده مش عارف انا اعمل ايه. بجد والله يعني مش عارف انا اعمل ايه. يعني الكره الوحيده اللي خطيره ليك كانت عن طريق وليد سليمان اللي نزل في الدقيقه 24 مكان طاهر محمد طاهر في اخر دقيقتين، بس دي الكره الوحيده الخطيره ليك. ليه؟ انت داخل الماتش بطريقه دفاعيه خلاص، ما كانش عندك اي خطه تانيه انك بعد ما تلبس الجون هتعمل ايه. لانك بعد ما تلبس الجون هنا بيبان الشكل السيء من الاهلي، الشكل السيء هو الاهلي مع الكوره، الاهلي ما بيعرفش يعمل بالكوره ايه. وده قلناه 7000 مره ان موسيماني مدرب متحفظ كويس، انما مدرب هجومي الفرقة ما بتعرفش تهاجم، والفرقة عندها مشاكل هجومية. بغياب عنصر مؤثر زي بيرستاو في الشكل الهجومي، انت ما بتركنش على حد قدام، انت دلوقتي بتركن على محمد شريف. وللأمانة الفرقة اللي قدامك بالميرس فرقة عارف تدافع كويس جدا. يعني الراجل لما شاف ان عنده مشكلة ناحية أحمد عبد القادر راح مغير الطرف، وراح منزل مكانه طرف يعمل أدوار دفاعية، وبدأ يغير التغييرات كلها علشان خاطر يطلع بالنتيجة 2-0، وفعلا عارف يطلع بالنتيجة 2-0. هنلاعب الهلال السعودي على الثالث والرابع، مفيش اي مشكله. هي المشكله بس زي ما بنقول دايما بنتعشم زياده على اللزوم، يعني ماتش مونتيري عشمنا ان احنا ممكن نعمل حاجه النهارده، بس للاسف الشديد الكره ما بتمشيش بالعشم. يعني ما مشيتش معانا بالعشم في كاس الامم، وما مشيتش معانا بالعشم النهارده في ماتش الاهلي. الاهلي كان يستحق الخساره، طبعا كان يستحق الخساره.
مبروك لبرميراس، وان شاء الله باذن الله نقدر نكسب الهلال السعودي ونبقى المركز الثالث في كاس العالم للانديه اللي هو احنا رايحينه، واحنا بنعاني مشاكل فنيه داخل النادي الاهلي بقى لنا فتره طويله، بنعاني مشاكل فنيه هجوميه، فربنا يستر ماتش الهلال السعودي. لو بعد كل ده بقى عجبك الفيديو فانت معلم برنس، لو ما عجبكش الفيديو فرأيك احترم.